بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا نايس كيس برضو عايز اعمل لها عرض، والحالة دي انا برضو شاكر جدا جدا للدكتور احمد ضيف مدرس المساعد بطب اسيوط، هو ساعدني فيها كتير بالفورم الالتراساوند اللي عملها لي كومبلمنتري للفحص ده، وقد ايه كانت مفيده وقد ايه فعلا عمل لي جايدنس كويس قوي في الحاله دي، لان الحاله دي فعلا فيها ديفرنشال دايجنوزس كونسيدربل جدا، وممكن يعني لو يعني ما خدناش بالنا منها ممكن انها تروح. وكمان لدكتور محمد الصرفي زميل العزيز واخي العزيز الاستاذ مساعد في طب اسكندريه، هو ده من الناس الانتيم بتوعي اللي دايما بستشيرهم في الحالات الكونتروفيرشال، وقد ايه برضه كان رايه وقد ايه مفيد ليا في الدسكشن على الحاله دي. الحاله دي هو ستيني وبيتعالج بقاله فتره، يعني عنده كرونيك زي كرونيك جي اي تي بروبلمز دايريه باستمرار، وكان يعني على يوجوال تريتمنت فور لونج تايم، وجالنا يعمل السي تي سكان نشوف الفايندنجز بتاعتنا كده. الليفر فيه سطل ليجنز، يعني واخده انهانسمنت في الارتيريال فيز، او اتعمل ترايفيزيك في سطل انهانسينج دوتس كده في يعني كويشنبل، ايوه يعني كده واضحه فيها مالتيبل arterial phase enhancing focal liver lesions، ودي اللي عملها لي الدكتور احمد، وهي زي ما احنا شايفين يعني والجهاز عشان ضعيف شويه السي تي معلش 6، فطبعا التشو كونتراست بتاعته مش عاليه قوي، بس طبعا هي very highly suspicious في الارتيريال فيز ان فيها دوتس كده هايبر انتنس دوتس هايبر دنس دوتس، وفعلا حصل لك عمل لي دكتور احمد عمل لي كونفرميشن بالالترا ساوند ان الليفر مليان في مالتيبل فوكال ليجنز. تمام، ده بالنسبه للليفر، ده في الارتيريال فيز في الليفر فيها فوكال انهانسنج ليجن، ونفس الكلام في الالترا ساوند، لو بصينا على الالترا ساوند الفوكال ليجنز موجوده فعلا في الليفر في يعني مور ذان سايت، يعني مالتيبل يعني كونفيرمد بالالترا ساوند ان فيها الليفر فيه فوكال ليجنز واخده انهانسمنت زي ما قلنا في الارتيريال فيز. لما ننزل بقى نكمل الفحص بقى بقيه الابدومين، نيجي على البوزيشن بتاع التيرمينال اريا، الابندكس كويسه، الابندكس دي ريتروسيكال ابندكس اهي كويس، فيها اير وما فيهاش ساينس اوف انفلاميشن زي ما احنا شايفين، ستيل فيها اير ويعني الكاليبر بتاعها كويس، في شويه ستراندز للفات حواليها بس يعني نوت سيفيرلي انفلامد. نيجي بقى الاور اير اوف انترست اللي هو التيرمينال اريا، زي ما احنا شايفين التيرمينال اريا في زي ثيكنينج للوول، ثيكنينج للوول بتاع الترمينال اليوم، وفي زي رينج انهانسمنت في الميكوزا، رينج ميكوزا انهانسمنت للوول بتاع الترمينال اليوم زي ما احنا شايفين. تمام، وكمان بقى المهم قوي بقى دي ساينس مهمه جدا، عندي اول حاجه عندي كالسيفيك ميزنتريك ليمف نودز، دي فيري امبورتنت فاكتور في الديفرنشال دايجنوست بتاعي اللي انا بحطه في ترتيب ازاي بفكر في حاله زي كده. عندي كالسيفيك ميزنتريك ليمف نودز اهي واضحه، وبعدين عندي مش بس كده، لو بصيت هنا ده انا عندي بقى ايه مالتيبل زي ما يكونوا امالجاميتد رايت لمبر او بلفيك انلت رايت بلفيك انلت سايزابل ميزنتريك ليمف نودز امالجاميتد، وحواليهم شايفين الاسترانس بتاعت الميزنتري زي ديزموبلاستيك رياكشن عنيف، ريتيكولونيدولار في ريتيكولونيدولار ميزنتريك لوكالايزد ريجنال ريتيكولونيدولار دنسيتي اللي احنا شايفينها دي اللي بنسميها ديزموبلاستيك رياكشن. تمام، بالاضافه ان الليمف نودز يعني انها سوليد ليمف نودز ما فيهاش كيزيس نكروزس اللي هو بتاع الاشهر، لان اشهر حاجه تعمل لنا كالسيفيك ليمف نودز في الابدومين طبعا احنا عارفين التي بي نمبر 1، ممكن طبعا الهيستوبلازموزس رير طبعا، انما اشهر حاجه تعمل لنا كالسيفيك ليمف نودز في الابدومين طبعا التي بي. الحاجه الثانيه بس ده مش شكل تي بي الاكثر من سبب، احنا لو عملنا ريفيجن حتى للشيست كويس تي بوينت. الحاجه الثانيه كمان ان الليمف نودز نفسها مش كازيتد
مش شبه الليمف نو تي تبركلس الليمف نو زي اللي احنا عارفينها. حاجه تانية كمان الستراندز الستراند الفيري ثيك ستراندز دي والديزموبلاستيك رياكشن اللي حواليها دي كلها بتدخلنا في سكه ان احنا نتكلم في الكارسينويد. الكارسينويد وشايفين يعني في زي سطل وغالبا يعني طبعا مش هو ده البرايمري سايت بتاعه. البرايمري سايت غالبا بيبقى تيرمينال ايليوم وده الموست كومن سايت بتاعه، بس طبعا هو فيري سطل تو بي يعني ولد يعني ليكون واضح جدا في السيتي سكانز ان هو احنا بنشوف دايما السكندري افكتس بتاع الكارسينويد. عاده البرايمري كارسينويد اتسلف بيبقى فيري سطل ان هو فيري ديفيكالت ان انت يعني تديمونستريتد باي تسون تمام. بس يعني احنا ممكن سطلي كده ان فيها سبوت كالسيفيك سبوت صغيره كده في الوول، بس طبعا ما هياش سو كلير انه يتحط يعني، بس هو فيها زي سطل كالسيفيكيشن كده في الوول بسيطه، بس طبعا ما نقدرش نقول يعني ان هي دي طبعا. بس طبعا هاي سسبكتد انها تكون تيرمينال اليوم كارسينويد بالمدي المزنتريك لينفنود كالسيفيكيشنز دي اللي احنا شايفينها، والكالسيفيكيشن مع الكارسينويد ديسكرايبد في مور ذان 70% الكالسيفيك الليمفنود الميتس بتاعت الكارسينويد ديسكرايبد في الليتريتشر انها اكتر من 70%. فده برضو الكارسينويد يتحط من الديفرنشال دايجنوز بتاع الكالسيفيك ابدومينال لينف نودز، بالاضافه طبعا للارتيريال فيز انهانسنج ليجنز اللي في الليفر دي. فاي ثينك ان الكارسينويد يتحط نمبر 1 في الديفرنشال دايجنوز بتاعنا في such كيس، ان انا عندي برايمري كارسينويد وارتيريال انهانسنج ليفر ميتس بالاضافه للميزنتريك الكالسيفيك ميزنتريك لينف نودز سام كالسيفيك وكم لا والسترينج اوف بيتس والديزموبلاستيك رياكشن، كل ده بيسبورت الكارسينويد از ا برايمري باثولوجي اوف ذيس انتيتي. وطبعا يعني احنا ممكن نعمل اكتيتايد سكاننج يعني فور كونفورميشن لو انا برضو ستيل سسبكتنج التي بي، بس يعني انا احطه نمبر 1 قبل التي بي بكتير، لان يعني مفيش السوليد كرايتيريا ان انا احط التي بي نمبر 1، بالذات كمان المالتيبل فوكال ليفر ليجنز دي وانها تتنهانس في الارتيريال فيز دي فيري فيري هايلي سجستنج ساين لانها يكون ده برايمري كارسينويد تيومر. ويشنج انه يعني ان شاء الله يعني يكون الكلام مفيد وتكون يعني كيس اوف انترست فور ماي فيلوز اند ماي يعني كل الجروبس اللي انا مشترك فيها. شكرا. published paper في الراديوجرافيكس عن الكارسينويد زي ما احنا شايفين clear يعني keywords about the calcification في الميزنتريك نودال ماتس بتاعت الكارسينويد calcification detected more than 70% في so calcific lymph nodal metastasis of carcinoid tumor is not uncommon event. وده يبقى كده يعني كملنا بيه كل الداتا يعني possible support our suggestion such case ان ده primary carcinoid all these things liver lesions are arterial enhancing metastasis of carcinoid والنودل الميزنتريك نودل also ميزنتريك في نودل calcification الميزنتريك نودل ماتس من carcinoid. تمام شكرا.